بدأت زيارة الرئيس جمال عبد الناصر الرسمية للمغرب على إثر انتهاء مؤتمر القمة العربية الثالث الذي أقيم بالدار البيضاء. وغادر الرئيس مع مرافقيه الدار البيضاء إلى الرباط، وقد صحب الرئيس سمو الأمير عبد الله ولي العهد. واستقلت سيادته القطار الخاص إلى الرباط وبرفقته السادة زكريا محي الدين وأنور السادات والمرافقون. الرباط عاصمة المملكة المغربية، وهي العاصمة الرسمية للبلاد، وبها دور السفارات ويقطنها رؤساء البعثات الدبلوماسية. وكان في استقبال الرئيس جمال عبد الناصر عند وصوله إلى الرباط جلالة الملك الحسن ملك المغرب والشخصيات الرسمية ورجال السلك السياسي. وعند المنصة الرئيسية شرب الرئيس اللبن وأكل التمر، وهو تقليد في استقبال العظماء في المغرب. واستقل العاهلان الكبيران سيارة مكشوفة وسط الآلاف المؤلفة من الجماهير التي اصطفت على جانبي الطريق، وأخذت تهتف بحياة الضيف العربي الكبير جمال عبد الناصر، كما أخذت تهتف بحياة القطرين العربيين الشقيقين، كما أخذت تحيي كفاح ونضال المفلسين العرب من أجل حرية بلادهم. وكان العاهلان الكبيران يردان التحية للشعب المغربي الذي أخذه الحماس بهذا اللقاء التاريخي المجيد. وسط هذه المناظر الخلابة وصل الرجل إلى قصر دار السلام الملكي الذي أعد لضيافة الرئيس جمال عبد الناصر ومرافقيه. وفي المساء أقام جلالة الملك الحسن مأدبة عشاء رسمية في قصر الرياض تكريما للرئيس جمال عبد الناصر ومرافقيه، دعي إليها كبار الشخصيات الدبلوماسية والعربية والمغربية. وفي صباح اليوم التالي قصد الرئيس جمال عبد الناصر إلى ضريح المغفور له الملك محمد الخامس، حيث قرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وحضر مع الرئيس السيد زكريا محي الدين والسيد أنور السادات وكبار الشخصيات المغربية. وبمناسبة زيارة الرئيس جمال عبد الناصر الرسمية للمغرب، أقام السيد حسني عبد المجيد والسيدة عقيلته حفل استقبال حضرها الوزراء المغربيون ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والشخصيات المغربية. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك في قصر الضيافة السادة سفراء الدول العربية، وحضر الاستقبال السيد زكريا محي الدين والسيد أنور السادات والسفير العربي السيد حسني عبد المجيد. وقد اجتمع الرئيس بالسادة السفراء بعض الوقت. وأقام الرئيس جمال عبد الناصر مأدبة عشاء بقصر الرياض تكريما لجلالة الملك الحسن، وذلك بمناسبة مغادرة سيادته للرباط. وقد دعي إلى المأدبة كبار الشخصيات المغربية والعربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية.
وفي صباح اليوم التالي صحب جلالة ملك المغرب الرئيس جمال عبد الناصر لزيارة مدينة إفران الجميلة ذات الشهرة العالمية في رياضة الشتوية. وتحرك الركب من قصر الضيافة إلى مكناس، وكانت القرى التي يمر بها موكب العاهلين الكبيرين تستقبلهما بالهتافات الملوية والتصفيق والتكريم. وفي مكناس خرجت المدينة كلها تستقبل ضيف المغرب، وكان الاستقبال رسميا وشعبيا. ارتفع فيه هتافات الجماهير بحياة الرئيس جمال عبد الناصر وجلالة الملك الحسن وحياة الشعبين الصديقين الشقيقين. وكان العاهلان الكبيران يمران على الجماهير المحتشدة لتحياتهم. وقدمت الورود للرئيس جمال عبد الناصر. وغادر موكب العاهلين الكبيرين مكناس إلى إفران مخترقا مختلف البلدان التي احتشرت بالجماهير وازدنت بالأعلام واللافتات التي كتبت عليها كلمات الترحيب بالرئيس جمال عبد الناصر. ووصل الركب إلى إفران، وهي من أجمل البلدان في العالم أجمع، وترتفع عن سطح البحر بحوالي 3600 قدم، ويقصدها السواح من جميع أنحاء العالم، وفي الشتاء تقام فيها المسابقات الدولية في التزحلق على الجليد. القصر الملكي في إفران والذي يعد لضيافة الرئيس ومرافقيه. وفي صباح اليوم التالي صحب جلالة الملك الرئيس جمال عبد الناصر إلى مكان الاحتفال الذي أقيم في الوادي الفسيح في جبل الأطلس تكريما لسيادته وبمناسبة زيارته لهذه المنطقة. وقد اشترك في هذا الاحتفال القبائل المغربية التي تسكن هذه المنطقة. وتصدر العاهلان الكبيران المنصة الرئيسية التي تطل على مكان العرض، ومعهما سمو الأمير عبد الله والسيد زكريا محي الدين والسيد أنور السادات والدكتور محمود فوزي وكبار الشخصيات. وجرى أمام العاهلين الكبيرين رقص وطني قامت به فتيات جبال الأطلس بملابسهن الوطنية، واشترك فيها الرجال بموسيقاهم الشعبية، بينما أخذ الفرسان يطلقون الرصاص وهم على ظهور الجياد ترحيبا بمقدم الرئيس جمال عبد الناصر وتعبيرا عما يكنه شعب المغرب كله من تقدير للرئيس العربي الثائر. وفي المساء اجتمع الجانب العربي برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر والجانب المغربي برئاسة جلالة الملك الحسن، وقد صدر بيان مشترك عن هذا الاجتماع أكد أن زيارة الرئيس جمال عبد الناصر للمغرب تأكيد جديد لالتحام المشرق العربي والمغرب العربي ليسير معا في طريق الأمل العربي الكبير نحو التحرر والوحدة. في صباح اليوم التالي صاحب جلالة الملك الحسن الرئيس جمال عبد الناصر إلى مطار مكناس لوداع سيادته عند سفره عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء الزيارة الرسمية للمغرب. وقد ودع الرئيس وداعا رسميا حافلا، وتعانق العاهلان الكبيران عنق الأخوة والمحبة. في مطار القاهرة كان السيد إسماعيل أزهري رئيس مجلس السيادة السوداني والمشير عبد الحكيم عامر النائب الأول رئيس الجمهورية والسادة نواب الرئيس وكبار الشخصيات العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية في استقبال سيادته. وهكذا عاد الرئيس إلى أرض الوطن بعد أن رأس مؤتمر القمة العربي الذي رسم خطة العمل العربي الموحد.